صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 69 لسنة 2024 بإعادة تشكيل لجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يعاد تشكيل لجنة البحرين الوطنية للتربية والعلوم والثقافة برئاسة وزير التربية والتعليم وعضوية كل من وكيل الوزارة للسياسات الاستراتيجية والأداء بوزارة التربية والتعليم. رئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار. الأمين العام لمجلس التعليم العالي. رئيس البعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى الجمهورية الفرنسية. الرئيس التنفيذي لمركز الاتصال الوطني. الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض. الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للؤلؤ والاحجار الكريمه دانات الوكيل المساعد للتنميه المستدامه بوزاره التنميه المستدامه. الماده الثانيه يلغى المرسوم رقم 44 لسنه 2009 باعاده تشكيل لجنه البحرين الوطنيه للتربيه والعلوم والثقافه، كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا المرسوم.